بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا شباب. موقع جديد لربح عملة الدوكوين. طبعا الموقع هنا احنا هنشتغل على المجان، هو موقع استثماري، ولكن الأهم فيه إن فيه باونتي. الباونتي ده احنا بنشرح بسبب الموقع. طبعا لا ننصح بالاستثمار. هتلاقي هنا هتحط الاسم، البريد الإلكتروني، تعيد البريد الإلكتروني، وتبدأ تدوس على عملية التسجيل. لو انت مسجل في الموقع بتدوس على تسجيل دخول على طول، ويبدأ يحولك للموقع، وتبدأ تدخل الموقع بتاعك وتحط البريد الالكتروني، ومش محتاج انك يأكد من الجيميل. بتدخل بتضغط على كلمة البرقية هنا اول حاجة، تبدأ تشترك في البرقية عنده. البرقية بتبقى بالمنظر دوت، بتعمل انضمام للقناة. والبرقية هنا ممكن في بعض الاحيان بتنزل قسائم وحاجات زي كده برضه تستفيد منها. هنرجع للموقع، بيقول لك انقر واحصل على دوك كل ساعة. طبعا احنا هنا بخطأ، عشان لسه احنا تم الحصول على 1 دوجن. في هنا بيبقى الحساب بيبقى فيه 50، طبعا هنا 61. ليه؟ لان خدنا من قسيمة وزودناها في استخدم قسيمة. هنا بتحط رقم القسيمة بيزيد لك 10 دوجن معك. طيب ده بالنسبة لنا اول حاجة، دي الصفحة الرئيسية. بنبدأ نقول لك تحقق من الرصيد، هتلاقي ان الحد الادنى للسحب اللي هو 500 دوجن. ده هيتم ارسال الدفعة عليها ان شاء الله. بتحط المبلغ هنا وتحط عنوان الكوين وتدوس على كلمة ارسال. طيب هنتكلم على حزم الاستثمار الاول. لأن في حزمة رقم 1 دي 5% المبلغ 1000 دوك كوين. لو انت عايز تشتري الحزمة بتضغط هنا. دي الحزمة 5% 2500. برضو هنا هتلاقي حزمة 3، ده كده الحزمة موجودة، وحزمة 4 وحزمة 5. مجرد ما تدوس على كلمة الشراء يقول لك ليس لديك مدرك كافي، مفيش أموال كافية. فاحنا كده هنرجع. على الرصيد الخاص بالودائع بتبدأ هنا، بيقول لك ان الحد الادنى 1000 دوجن. طبعا بتحط 1000 دوج كوين وتبدأ تعمل ارسال اشعار. بتحط الرقم دوت، هو دوت اللي بترسل له، فبيجي لك رمز. الرمز دوت بتحطه هنا دوت تي اكس اي دي. كده يبقى انت حطيت الودائع بتاعتك. النظام الرجعي دوت لو حبيت تجيب رابط الاحالة الخاص بيك، بتبدأ الرابط ده هو الموجود اللي بتبدأ تروج ليه، وتبدأ من خلاله بتجيلك الإحالات، وتبدأ تعلن عن الموقع. طبعا احنا قلنا الاستفادة هنا بنحاول من الباونتي. ده نظام الدعم. ده ان شاء الله بعد ما هنعمل الفيديو هندخل على نظام الدعم. هنا بتقوله طلب دعم جديد. طبعا معندناش اي تذكرة دعم هنا، مراسلة. هنبدأ نحط كلمة باونتي هنا، بنحط الباونتي، ونبدأ نحط الرسالة، أو بمعنى أصح هنحط الرابط اللي هو الخاص بالفيديو اللي احنا سجلناه، ونعمل خلق هنا أو توجيه للرسالة. إن شاء الله يتبعت على الحساب بتاعنا ونقدر نسحب. دي الصفحة الرئيسية. هنلاقي إن العملة بتاعتنا إن شاء الله هتوصل هنا، ونبدأ نسحبها، نعمل عملية السحب. تمام. وزي ما قلنا، مجرد ما بينزل الرصيد ان شاء الله هنبدأ نتحقق من الرصيد. نبدأ الرصيد اللي هيوصل لنا من الباونتي، نبدأ نحطه هنا المبلغ اللي تريد سحبه، نحط المبلغ وعنوان المحفظة، ونعمل ارسال. السلام عليكم ورحمة الله.